ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة وأحبها واسمها شآم. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. شو تغيروا ناسك؟ ليش هيك فيك صار؟ اجتمع الوجع والنار، صاروا إلك زنار. يا أرض السلام، يا أرض السلام، معلش إلك الله والملايكة حراسك. شو مرق عراسك؟ شو تغيروا عشق وغرام الكل؟ منك ما رح منفل، حبك خلص الكلام. يا أرض السلام، معلش لك الله والملايكة حراسك. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا؟ كبرنا عمر دقنا القهر، مثل الشجر منموت وما مننحيق. هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا؟ كبرنا عمر ودقنا القهر، مثل الشجر منموت وما مننحيق. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام، جميلة أحبها واسمها شآم. انت فنان معروف وعلاقاتك كتير، في فناني شبيحة بدنا نوصل لإلهم ونحاسبهم على وقوفهم مع الظلم وسكوتهم عنا، بدنا مساعدتك بهالشي. ما فهمت. يعني في فنانين شبيحة وقفوا ضد الثورة، هدول لازم تحاسبوا ليكونوا عبرة لغيرهم. بنقدر نوصل لهيك فنانين، بدنا فنان مثلك يستدرجهم لمكان نقدر نتحرك فيه. وطبعا هاي مهمتك انت. بتحاسب قصدك؟ يعني انت عم تطلب مني انه شارك بقتل العالم؟ هذا قصاص وليس قتل. لا يا سيدي، قتل وقتل بشع كمان. انا مستحيل شارك بهيك جريمة. محاسبة الظلام صارت جريمة؟ اللي عم يصير فينا كل يوم شو بتسمي؟ دفاع عن النفس. شوف، إذا بدك تحارب مجرم مثل ما أنا غمت بوه، ما بصير تكون أبشع مني. مين أنت؟ مين أنت لتقيم العالم وتعمل لهم قوائم وتحاسبهم وتقتلهم؟ مين نصبك قاضي لتوزع التهم؟ في ناس اندبحت على هويات من وراء هذا العلاق الفاضي. إذا بدك الناس تكون معك مو هيك بصير الشغل. أصلاً من وراء العقلية رح نوصل للخراب. شو قصدك؟ اسمعوا شو بدي أقول وركزوا كتير منيح معي. أنا اليوم كان فيني شلخكم تشليخ وأدفن كل شقفة فيكم بقرني، لأنه كانت فيوزاتي فالعة من ضيعة المصاري.
بس بعد ما هديت وشغلت مخي شوي لقيت انه ما حدا له ذنب اللي صار. بس الايام الجايه جوات الوحل بدكم تكونوا مفتحين. الامن صار عنده خبر فينا وراح ينكش ورانا على الطالعه والنازله. لهيك لازم نهدي لحتى ينسونا. هن اصلا في ألف قصه براسهم غيرنا. منصير ألف وواحد، ما بتعرفوا ساعه النحسه متى بتجي. بس بعد ما راحت المصاري ما عاد فينا نقعد بدون شغل. مزبوط معلم، المصاري اللي معنا ما بيكفونا شيء، وخاصة بعد ما راحت الشنطة اللي فيها المصاري كلها. خلص معناها مننام على قصص الخطف والفدية شوي، نمشي حالنا هيك كم ضربة صغيرة لبين ما نرجع الشغل الأصلي. استبينا؟ استبينا. والله نسيانك، والله نسيانك. استبينا معلم. ذكرونا ناخده على دكتور بيطري يفك له القطف. مقبولة منك معلم. حبيب قلبك رح يشوف نجوم الدار عن قريب ورحمة شرفك لحتى خليك تقري فاتحة على قبره ورحمة شرفك. صحيح والله، شلون صار جروحك؟ أكيد ما طابوا، رح طيب لك ياهم شوية فليفة حمرا على كيفك. لا صار بده تعقيم من أول جستين نجاستك يا وسخة. اسمعوني منيح شباب، في شاب من جماعتنا حكاني وعطاني معلومات كتير مهمة. في خطة سرية لسحب الحواجز القريبة من هون، وفي عملية كبيرة عم تتحضر، وحسب المعلومات بتقول يا بكرة يا بعد بكرة بده يصير هذا الشيء. يا شباب بدنا نكون جاهزين لنضرب ايد من حديد، ناخذ كل شيء في حواجز ونحتلها. حتى لو اخذناها اكيد رح يبعثوا تعزيزات بسرعه، مستحيل يتركوا هالمنطقه. سيدي يوم كم ساعه ما بتفرق، بالنسبه لنا هذا نصر، بكفي نتصور ونبعثها للشباب مشان نرفع لهم من معنوياتهم. بتبلغوا لي كل الشباب وبتخلوهم كامل الجاهزيه، ونتاكد وقتها هي المعلومه حقيقه ولا حكي بحكي. جاهزين يا شباب؟ جاهزين! جاهزين! انتوا عندكم مشكلة باللغة وبالشعارات، الدين هو مكانه بالقلب وبالبيت وبالجامعة، وبس ينتقل للسياسة بيخرب. هلا بجوز يعني يلتم حواليكم شوية عالم، بس صدقني ما بيدوموا هدول. نحن بدنا دولة مدنية ديمقراطية للكل، مو لناس وناس، لأنه الدين الإسلامي دين محبة واعتدال وتسامح. وأكبر دليل على هذا الكلام إنه اليهود عاشوا بالمدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب أخ صبحي، أنت تيسر هلأ وبس بدنا إياك نجيبك. مسلوب هلأ جبنا لا يكون معنا ولا يتفهمن علينا. شو العلاقة الفاضي هاد؟ يا جماعة الزلمة عم يحكي رأيه وما كفر. شلون ما كفر؟ ما شفت شلون عم يحكي وكيف عم يدافع عن الفنانين؟ هو يحكي اللي بده إياه ونحن بنعمل اللي بدنا إياه. كيف يعني؟ يعني بنسير ونوصل لغرضنا وبعدين
وبعدين بنشوف. الروت الإخبارية مظبوطة، في نسبة انسحابات كبيرة من الليل. أنا لازم انسحب فورا. اتكلوا على الله. يلا يا شباب اسمعوني منيح، يلا انسحاب. لحظة بس، صوتك عم يقطش، ما عم اسمعك. هلا فهمني، الشباب هجموا؟ هلا بلش هجوم عليه، الحواجز كانوا متراخين ومتوقعين ابدا. منيح، هذا الكلام حلو. شو ما بصير بتخبرني اول باول، فهمت؟ الشباب على الحواجز عملوا حالهم نايمين بالعسل؟ كثير منيح، معناتها بنضل على خطتنا. يعطيكم العافيه. هيك الفيران بتوقع بالمصيبه. ممكن أعرف شو هذا القرار؟ قرار واضح، سحب تدريس المادة منك حتى نخفف الضغط عليك، وما تنسى أنه عندك نصاب تدريسي كبير. حتى تخفف الضغط علي ولا حتى تنجح بنته لكمال بيك وتتخرج؟ دكتور مراد، ما في داعي للتلميحات أبدا. هاي مو تلميحات، هذا اتهام صريح. انتبه لكلامك، أنت بمكان أكاديمي محترم. ليش أنتو خليتوا فيها أكاديمي ومحترم؟ انتو حولتوها لمسخرة. انا لهلأ مراعي مكانتك وانفعالك، ما تخليني فوت اعصابي. انتهى النقاش. ماشي، بس والله ما رح مرق لك اياها. زيد على الباتيسري اللي هون تحت، عرفتن العشمار؟ قل له بدي 2 كروسان، واحدة جبنة واحدة زعتر. قل له الرفيق أبو معطى صيام بيعرف شان المسار. خير وحدك أبو معطى. يلا يلا، هاي بتاخدها بتصدقها بالعقود. شو هاد؟ شو هاد راك؟ شو عم تساوي؟ قول لك عم تمد إيدك على مخلوقها؟
لك انت وين عايش انت؟ يخرب بيتك العرق! انت قلت الزلمه الزلمه ما عمل شيء! لك انت مين جابك لهون؟ شو عندك انا؟ شو عم تعمل انت؟ هاي براو ليكم أنا حالي. شو أخبارك؟ تمام. شفتك طالع من مكتب العميد هيك مكركبة شوي ومعصف، خير شو القصة؟ إن الله ما تأخذني شوية كركبة هيك وخربطة. يلا بسيطة حصل خير. أنت بتعرف غلاوتك عندي، أنت مو بس أستاذي. أنت بتعرف قديش غالي عندي، بغض النظر إنك طالب أو بالأحرى كنت طالب. لأني ما عاد درست المادة هي. أوف، ليش؟ سحبوا مني تدريس المادة، لهيك طلعت من عند العميد مثل ما شفت. بس أنت أكفأ حدا ممكن يدرس هي المادة. بجوز بس إدارة المعهد أنا عندها رأي تاني. بس أنت يعني مو ملاحظ إنه في شيء غريب بهالقرار؟ كله وارد. يلا دير بالك على حالك. معلش احكي معك كلمتين ابو معتصم. اجي على المكتبه؟ لا هون كثير منيح. معلش ابو الفدا. برجع بعد دقيقه بعتذر. سوزان انا اسف على اللي صار، بس كتبت لي فيه تقرير والله اللي عن سنزبيل اجداد والله. انا ماني بحاجه اسفك ولا تقاريرك. ايوه خير. شوف ابو معتصم، أنا متحملتك لعمر الشغل اللي مقضيه أنت معنا هون، بس أنا فهماني عليك وأنت فهماني علي. أنا مرة متجوزة وعندي أولاد. أبو معتصم، من اليوم وطالع مكتبي ما بتفوته. أنا بحياته ما حدا استرجع يطلع فيني تطليع غلط. من اليوم وطالع لبقى تتعامل معي. بكفي الفضيحة اللي عملت لي إياها اليوم. شو فضيحة؟ فضيحة شو؟ الزلمة يلي تعديت عليه اليوم واحد محترم، وأنا ماني بحاجة حدا يعمل علي رجال ونخوجي. أنا وقت اللزوم بعرف كيف دافع عن حالي. تقولي بالك أنا في غمو هيك الله يرضى عليك، شو بدك يسكت يعني؟ بلا ما نحكي باللي صار ومبتدي اللي ما تفوته. بتمنى تحترم حكي. والله رضيتك على التقرير والسما زرقاء سدت لي نفسي يخرب بيتها. لا ما شو شغلوني لك والله طلعتك هلا من البيت جنان. الدنيا قايمه مو قاعده. بدي اجي اشرب شاي عندك وهلا وبالنهار. لك لهلك ابو زيد، انت بتعرف انه المطرح مطرحك، اهلا وسهلا فيك امتى ما بدك. بس والله هلا طلعتك من البيت مو ظابطه منو. حط الابريق على النار جاي لك. ايه اسمع مني وبلا لك اطلع معلي. ديروا بالكم ولا تخبسوا شي خبصه، فتحوا عيونكم منيح. ما توصي حريص ما بطول انا. هوني معلم. هيثم حاجتكم؟ صب لنا شاي. حضرتك عامل لك شاي؟ انا رح صب. خذ لك. اهلين يا حلوه، كيفك؟ لك مشتاقه لك قد الدنيا. فوتي فوتي يا ستي. انا مشتاقه لك كثير كثير. ما بتسألي ولا بتطمني، قلت لحالي بمر لعندك وبسأل عنك. ولك انت ما في مني. تعالي قعدي. والله يا حنون المدرسة بلاكي ما بتسوى شيء، كل يوم بتذكرك بقول امتى رح ترجع المنظومة. يا الله والله كثير مشتاقة لكم كلكم. طيب حنون يعني ما حلك ترجعي على الدوام بقى؟ لامتى رح تضلي على الاستيداف؟ عاجبتك الحالة هيك؟ كل شيء بوقته حلو. ومشان الشغل مدبرة حالي، عم بعطي دروس خصوصي بالبيت.
هي كنت رح انسى. يا ستي جايبت لك شغله محرزه رح تدعي لي عليها. بنته لحسان الحجلي الملياردير، ما غيره ما عرفتي؟ ايه بلا. عندها ابن وحيد بتخاف عليه كتير كتير، مسجلته بمدرسة خاصة وعم تجيب له أساتذة ومدرسين خاصين على البيت مشان ما يروح ويجي بهالأوضاع. من يومين في أستاذ عنا بالمدرسة قال لي إنها بدها مدرس إنجليزي شاطر يجي يعطي ابنها دروس عندها بالفيلا، وعم تعطي على الحصة الوحدة ما فتح ورزق. فشو رأيك؟ أنا قلت له رح شوف حنين وخبرها. شو؟ شغلة محرزة ونظيفة ما بتكلفك شي. أنا؟ فاجأتيني والله ما بعرف، يعني مو متعودة أعطي دروس خصوصي برا البيت. لك ما بدها تفكير، بعدين الأم كتير محترمة وحبابة، بعدين هني 3 حصص بالأسبوع. أي والله لو بعطي إنجليزي أنا ما كنت ترددت ولا لحظة. طيب خلص، يعني إذا الشغلة بهالسهولة موافقة. هيك بدي إياكي، برافو عليك. رح خبر الأستاذ إنك جاهزة تعطي الدروس، إيه؟ أوكي. لك اطمنيني، أمره رافع كيفه؟ أمر؟ تقبر قلبي ما أحلاه، بس رافع الله يعينه، ما عم يلحق لا شغل ولا مشاكل، عم يحاول يكون معنا طبيعي ورايق بالبيت، بس أنا حاسة فيه، حاسة قديش وهيك حابس جوات قلبه. الله يحميه، هلأ صاير الحمل عليهم كتير كبير. شو تشربيه؟ هي على وشك خطب للمرحلة. شكراً على الهدية الظريفة كمال بيك. حلوة ما؟ ايه بيشبهك كتير. معك حق، بس انتبهي يمكن هذا الكتكوت يصير يعض عض بعدين. ها كيف فوتوا على سيارتي؟ سهلة كتير هالأيام، فتح السيارات ما عاد مشكلة، شغلة بسيطة كتير. 2000 سيارة كل يوم عم بتنفتح، بنحط فيها أشكال وألوان متفجرات وقنابل وكل شيء. طبعاً بعيد الشر عنك. أنا عندي اقتراح يمكن يعجبك، شو رأيك؟ هاتي لنشوف نسمع. أنا عازمتك اليوم على الغداء مشان نقعد ونحكي على رواق. إيه ها هيك من أول خدي وعطي. يا الله ما في أحلى منك لما تتلحلحي. شابك أوف عطيها الحجة مسامح خليها تعيننا. إيه الله معه، خليها تكبر لك يوم بالشاكرية شوي. شو؟ ما حلك تشبع؟ جيت تحلوني جيت. وزن بالوقفة تحلوني وزن. لك لك بالحرام، لك دحنون بالحرام بالحرام. هاي الدقيقة هي اللي مصبرتني على العيشة كل يوم. لك هاي أنا وليلى، هاي أنا والمستبدة، لك هاي سميرة تبع نعيم الشيخ. ليش بطيخ معلم؟ سكرنا عمي سكرنا، الله معك. بسم الله. في حدا بيبوزن بهاليوم الأبها؟ أبها وقفوا التقليل محل ما رحنا ذيك المرة، يعني الرزقة طارت. بسيطة لا تخاف ناكتة، وزارة الكهرباء بهيك أمور ما بتخاوز. بدي اشتغل يا سرور، بدي اشتغل برقبتي عيلي، بدي عيلة. طول بالك أبو محمد طول بالك، الله ما بيقطع حدا. ونعم بالله الله يفرش. آمين يا رب أحسن شيء. تتذكر قديش كنا نمشي بهذا المكان؟ خصوصاً بالسنة الأولى. كنا بنضحك. لك أنا كم مرة أقول لك لا تلبسي هذا اللبس على المعهد؟ لك هذا معهد يا بني آدمي، معهد مانو ديسكو. لك إيه حبيبي بس لا تقلي مو حلو. جهزي حالك، اليوم بدي أخذك عبيد أهلي. شو؟ اليوم بدي أعرفك على أهلي، بس يخلص الدوام منشيل حالنا ومنروح لعندهم. إيه وشو هالقرار المفاجئ هذا؟ بعدين أنا
ماني محضرة حالي. لك لا بدها تحضير ولا بدها شيء، زيارة عادية بعرفك عليهم وبنطلع. ايه وإذا سألوك مين أنا شو بدك تقلهم؟ شو بدي قلهم يعني؟ رفيقتي بالمعهد وحابة تتعرف عليكم. لا لا مو ظابطة، خلص خلينا نأجلها ليوم تاني، أصلاً ماما طالعة على بيروت وأنا لازم ودعها قبل ما تطلع. لك يا مجنونة اليوم دوامنا قصير، كلها نص ساعة منروح ومنرجع. أوكي. شرفي. أنا آسف تأخرت عليك بس والله بتعرف عشان الحواجز الدنيا هاي قاعدة هيك العالم فوق بعض الله جاي إخبارين إنه في سيارة بتركب مش عليك عم يدقوا كثير لا تاكل هون شو مشان الشيخ محمود؟ هي أنا جاي مشان الشيء اللي هذا شغلته بسيطة أنا لقيت بعضه بنقدمها بالمقابل بيعملوا إخلاص كبير بس بتعرف تكلف لها شوي قديش؟ يعني شغلة مليون منيح شو مليون وكل الله تفهم انت ماك يا زلمه مليون والله مثل ما بدك يا عبد المعتصم بتدفع نص المبلغ هلا وبس يطلع الشهر بيدفع النص الثاني يعني شو دافع شيء من جيبتك مالك دافع شيء من جيبتك وبتعرف والله مو طالع لي غير من الجمل وبرده لا اخي مو قصه دافع شيء من جيبتي ولا مو دافع شيء من جيبتي بس اذا القاضي لحاله بده هذيك الحسبه مليون ايه مليون يا زلمه مليون صيبوا للولد مستقر على طلعته بس كمان والله ما فيك اصحاب ايه ما فيك اصحاب يا ابو معتصم دور واسأل وقمت ما بدك انا جاهز يا مالك شو سوء هو هذا صار كان بربح مصاري ما فتح ورزق يا معلم شو بدك ليش لحقني بعرف طلبك بدي مشي لك الدوره شلون هاي شرف لنا وامشي مكاننا شرف تفضل اهلين طارق اهلين سيادة المقدم لا تؤاخذنا بس تعرف لبكة الشغل وعجقة الطريق ولا يهمك الله يعطيكم العافية كيف الأهل؟ الحمد لله بخير طمني تعرفت على حدا من اللي خطفوك بسجل أصحاب السوابق؟ أبدا مثل ما توقعت معناتها هدول وجوه جديدة هذا وصفك لكبير ما؟ تماما قريب منه كتير أيوة معناتها خلص انا ما رح بقى اعزبك بالجايه لهون انت بس تتذكر شيء خبرني بالتليفون ماشي دفع على السلامه هلا شكرا سلم على الاهل الله يحميكم هلا معك باي باي رفيق بتعمم هذا الرسم على كل الحواجز باسرع ما يمكن حاضر سيدي يلا احترامي معتصم الحكي اللي عم حكيك يا نظامي من الاخير الزلمه كنت قاعدين انت وياه صحيح بيعرف مفتاح القاضي بس حكيوا على قبل كان فينا القاضي يستدعي الموقوف بالضياع بس هلا صار في تضييق كثير على الدور بعد ما انشمست القصه الامن صار طالب كذا قاضي للتحقيق بسبب هالموضوع عم يراجع الاضابير بالحرف يعني وارد الولد يرجع ينضب بعد ما يطلع بتكون ما سببت شيء وفيك تسال وتتاكد من كل شيء عم اقول لك اياه نعم شو الحل بقى الحل انه يكون في سبب قانوني يستدعي القاضي فورا وقتها بيفرج عنه نظامي والامور كلها بتكون بالسليم هدي علي سبب قانوني مثل شو؟ اسهل شيء المرض، تشوف اللجنه الطبيه بالسجن بتساله كم سؤال، بس يجاوب عليهم بيقروا حالته، وقتها بيكون تسريع استدعاء قانوني وما حدا فينه يحكي شيء. بس هدي شوي علي الولد موقوف بفرع امن مو بسجن نظامي. ما فيك تنقل على عذراء؟ تدبر لا تدبر تدبر. ممتاز. وأنا بدلك على دكتور بيعطيك تقرير طبي بحالة مرضية للولد وبيقول لك شو لازم يحكي قدام اللجنة وأنت بتشوفه وبتحفظه بكره جدوا له وصلى الله وبارك للآخر هدوا له قديش بكل لي اللي 400,000 بيحضروا ونمشي من الصف أبدا شلون بيحضروا بالله؟ شلون يعني بيحضروا؟ ما فهمت يعني يعني شو اللي بيضمن إنه يطلع الولد بعد ما تندفع المصاري؟ عمي لا تناول من المصاري بيدي بتسلمهم لمحامي وسيط بيني وبينك بس يطلع الولد بيسلمني اياهم محامي كمان بصير شوف شو بدك تخبرني هي رقم تليفوني
مشي. السلام عليكم. اتكل على الله. أهلين بست الكل. شو شايف القمر من علياء ونازل يزورنا؟ لك ولابس أحمر، دخيل أحمر أنا. تروح قتل يا أبو يحيى، حكياتك ظراف. لك بموت بالقطايف عصافيري، بموت بالقطايف المطبق، لك دخيل القشطة أنا، لك بقلاوة لعل أنت بقلاوة. أبو يحيى عود عائل بقى، الأجار حاضر. لك مو بس الأجار حاضر، أنا كلي حاضر في ده العيون الدباحة. ادير بالك لتندبح لكام. تصرفيهم بالهنا. مظبوطين، بس مثل ما اتفقنا الشهر الجاي في فوقهم 5000 ليرة. مثل ما لك شايف كل شيء نار والأسعار بالسماء. ما بنختلف ما بنختلف ست هموم. لك مو هيك بتتقطع اللحمة، روح هيك رح تنزل الفخدة. لك ست هموم شو عم تساوي؟ شو نسيت انه هي ملحمة أبي وأنا ربياني فيها؟ لا والله ما نسيت. الله يرحم تراوك يا أبي. الحمد لله الحمد لله، مش حاسدنا الحمد لله، بعدت عنكم القصة خلصت يعني. فينا نشوفه؟ ليش بدك تشوفه؟ سيدي أنا بدي أخدم خدمة، بدي أخدم خدمة مشان أعرف أتصرف بكرة قدام المحاكم وقدام السجن النظامي، بتعرف أنت؟ إيه بتشوفه بالسجن النظامي، أنا مزبط لك إياها. بس شو رح تعمل له يعني؟ سيدي أنا بدي إياه ينعرض على اللجنة الطبية، مشان هيك بدي أشوفه، بدي أخبره وفهمه شلون يتصرف قدام اللجنة الطبية، مشان يستعجل القاضي عليه بطلبه يعني وما يتأخر. حلو. لا عن جد حلو. ملعوب يا ابو معتصم. يا سيدي شو بدنا نعمل؟ الله يعيننا والله الله يعيننا. ويعيننا معهم. بعين الله سيدي، بعين الله. شو اخبار الادارة عندكم؟ شلون الخال؟ خال خالي على الله، والله الخال اكله، والله يا سيدنا اكله الله وكيلك، اكله بجنابي كمان، محسوبة قد ايش صار لي بالخدمة؟ ما صار لي عمر؟ انت كبرت كبرت. اي كبرت. لا هلا انا خدمت كبلة متكلان. لا احكي لك اللي كان معي وين صار ولا خلصنا ابو معتصم؟ كم مره بدك تحكي لي؟ صاروا وزراء ومدراء وضباط كبار وفي منهم عيله معارضه قاعده برا عم تقبض بالدولار. ولهلا محسوبك الخال اضربه اصراح، عم يركض ورا موبايله مشان ما يفضوا وحداته. شو هالحكي؟ والشغل اللي من برا لبرا شو بدنا نعمل سيدي يعني؟ حط حالك معلم، ما بدنا نعيش والله بدنا نعيش سيدي. معلوم بدك تعيش، اذا انت ما عشت مين بده يعيش؟ اه تعيش الله يخلينا لك. كأنه مديركم أخباره مو منيحة؟ بصراحة محمد نزلني هون حبيبي. أنا بدي أخليك لبعد الحال. لك عمي نزلني هون. وراح ناس كثير من عنا. يا شباب سليم يسعف المتصاوب من هون لروح جيب الدكتور ورجع. ابو صلاح عندكم صيدليه؟ عندكم عده اسعاف؟ ايه في. الله يرضى عليك، شو في عندك؟ هات قطن، شاش، كل شيء هاتوا من هون لروح جيب الدكتور ورجع.
ليش رح تترك الشباب ملقحين هون بالمعمل؟ لك وين كان يتركون؟ بس احنا مو هيك متفقين. لك كان على شو متفقين؟ جمال بيك اذا سمع بهالحكي ما راح يرضى بنوب. اسمع بصلاح، اذا ما بتطلع من راسي موصلي معي لهون، شبابي بين الحياه والموت، ولسه انت بتقلي كمال بيك برضى وما برضى؟ ان شاء الله 60 عمره ما يرضى. اخي انا عبد مامور وما فيني خليكم هون بهالحاله، والمعمل امانه برقبتي وفي اتفاق بيناتنا، واذا هلا ما اخذت شبابك راح بتصرف. شوفوا لا، اذا ما بتنفذ الحكي اللي عم اقول لك عليه اقسم بالله بصفيك. سمعان لما لا؟ حاضر. عمر شحطه بالروب. خلي عينك الشباب لا حركة حركة أو صلاة تخلص عليك. واصل مشوار وجاي. أبو حزيفة، أبو عمر، حاول دليل. أنت شو عم تحكي؟ شلون يعني الهجوم فشل؟ ليش الشباب ما تأكدوا انه يسمع الحواجز انه ما في حدا؟ طبعاً القصة كلها ملعوبة من الأمن. انت شلون جبت المعلومات؟ مهمتك انت شو بدك القصة هاي؟ فهمني شو صار؟ عم خبرك مشان تحكي حالك، قيادات معتبرينها خاين وقرار تصفيتك رح يطول بين لحظة والتانية، والأمن أكيد مراقبك وبجلدها بتطلع برا البلد. روح روح هلا روح روح بعدين نحكي يلا. يا بنت الكلب شو المنظر؟ أنا نازح نازح. أنا قاعد بجنينة هون جنب أمكم. هنيك ما في مي. بلا نازح بلا زمام الصخر. ما حلوت أنا بلا مطعم محترم. الله يسامحك. نحن كمان ولاد على ناس. بتنشى وتطلع برا أحسن ما أجيبك عمال أشحطوك. يلا. Thank you.
تفضل ابو معتصم. هذا تقرير طبي بياكد انه مأمون معه قرحه بمعدته حاده كثير. خليه يحفظ الاعراض منيح. وجع بالمعده بيروح وبيجي، وفي سعله حاده كثير بصاحبها دم. ممنوع ياكل اي شيء فيه بهارات او حب. حفظتهم؟ ايه لا حفظتهم، خلص هو انه وجع بالمعده وفي سعله ما بيطلع فيها دم. او ممنوع ياكل البهارات وحده في الفول وهو شغلات تمام. قال له لا يتزكى من عنده ويحكي زياده. اي سؤال ثاني يقول ما بعرف. هو بيعرف شيء اصلا شو بيحكي يحكي بس شو مشان تساله على الادويه ما ادويه ايش عم تاخذ ادويه شغلات هن النوعين دواء كتبت لك اسمائهم ومواعيدهم. في شيء حبه بالنهار وفي شيء ثلاث مرات. اي والله يسلموا يسلموا الديات الله يعطيك العافيه يا رب يا سيدي. شو بتقول؟ شغلته بسيطة يعني 10,000 ليرة. شكرا الله دكتور شو عم تمزح معي انت شو 10,000 ليرة؟ اي ما في هيك اسعار بنوب وين رايحين؟ والله يا ابو معتصم في هيك تسعيرة وهي التسعيرة للكل. لك انت مجنون شي؟ في شي براسك؟ شلون تجي لعندي على العيادة؟ لك ناوي تروحني انت شي؟ ما كان عندي حل. الشباب بين الحياة والموت. بدك تروح معي. لوين؟ كم سنة شو تغيرت فينا الدنيا كبرنا عمر ودقنا القهر مثل الشجر منموت وما مننحرق هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا ويمر بطيفها وتسكن الأحلام جميلة محبها
العشاء ويمر بي طيفها وتسكن الأحلى جميلة أحبها واسمها شاء.